السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تكلمنا يا أحبابي في الحلقات القادمة في تفسير سور كثيرة في القرآن الكريم، فإن شاء الله بإذن الله هتحدث معكم في سورة من سور القرآن الكريم، إذا قرأتها عددا كبيرا في اليوم وكل يوم الله يعرفك والملائكة تكتب اسمك عندها، وهي سورة الإخلاص. سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. دوموا عليها بكثرة تكون محبوبة عند الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولنا لقاء آخر في تفسير آخر معكم أم الصابرين لتفسير الأحلام.